ورحمة الله وبركاته. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان عشان يشوفوا العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا اللي تطورت زي ما كلنا عارفين بشكل كبير في آخر كام سنة، خصوصا اقتصاديا وتجاريا وعسكريا وأمنيا، وعشان يبقى في تنسيق منتظم في القضايا الإقليمية في الشرق المتوسط، في ليبيا، في إفريقيا وغيرها. الوزير الفرنسي نقل للرئيس تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأكد اعتزاز بلده بالعلاقات المتميزة مع مصر، والرئيس نقل تحياته للرئيس ماكرون من وزير الخارجية وعبر عن تقديره للحفاوة الكبيرة اللي شفناها خلال زيارة الرئيس لباريس من فترة قصيرة، عكست طابع استراتيجي للعلاقات بين فرنسا ومصر. الرئيس السيسي قال انه بيتطلع لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لمصر، وركز على حاجتين مهمين: مشروعات السكة الحديد والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، واكد على ان يبقى في اطار للتعاون الثقافي بين البلدين، خصوصا ان احنا قربنا نفتتح مدينة الفنون والثقافة اللي في العاصمة الادارية الجديدة وفيها صروح ثقافية ضخمة، وكمان عندنا المتحف المصري الكبير اللي يعتبر الأكبر في العالم اللي هيفتتح قريبا إن شاء الله. المتحدث الرسمي للرئاسة السفير بسام راضي قال إن اللقاء تطرق لمناقشة تطورات قضايا إقليمية مختلفة، خصوصا شرق المتوسط والأوضاع في ليبيا. فلودريان أكد على أهمية دور مصر بقيادة الرئيس السيسي عشان تثبيت الأوضاع الميدانية في ليبيا اللي بقت محل تقدير، اللي هي جهود دي محل تقدير المجتمع الدولي، وتوافقوا على بذل جهود من الطرفين عشان يبقى فيه ترسيخ للمسار السياسي بكل جوانب الأزمة الليبية بشكل يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها ويمنع التدخلات الخارجية. برضو تبحثوا عن سبل تعظيم التعاون بين مصر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي. جون إيف لودريان الحقيقة من الناس المميزين جدا، صديق مهم جدا لمصر وصديق مهم جدا للعرب. التقيته قبل كده وعملت معاه حوار في إحدى القنوات السابقة اللي كنت بشتغل فيها، وكان وقتها وزير الدفاع قبل ما يصبح بعدها وزير الخارجية. كان مهندس في وقت الرئيس الفرنسي السابق، ومهندس اليوم للعلاقات المصرية الفرنسية. هو يعلم تماما، وهو رجل شديد الذكاء، يعلم تماما قيمة مصر وقدر مصر ومدى أهمية مصر في أنها تتعامل مع كل القضايا والمشكلات الإقليمية، أن كل ما مصر بتكون جزء أساسي بتكون يعني بتحاول أو بتسعى أو بتكون عامل مهم جدا في الوصول لحلول، لأن مصر دايما هي يعني جزء من تحقيق السلام أو تحقيق الاستقرار في أي مكان، مش زعزعة الاستقرار زي دول